الحزن يخيم على الوسط الفني المغربي، وفاة المايسترو أحمد هبيشة. إليكم التفاصيل. خيم الحزن على الوسط الفني المغربي صباح يوم الأربعاء فاتح مايو 2024 بعد وفاة المايسترو وعازف الكمان المغربي أحمد هبيشة، متأثرا بمضاعفات حادث سير خطيرة تعرض لها يوم الاثنين الماضي. ونقل أحمد هبيشة فور تعرضه إلى حادث السير إلى مستشفى 20 غشت بمدينة الدار البيضاء، حيث دخل في غيبوبة لمدة يومين قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة صباح يوم الأربعاء. ومباشرة بعد انتشار خبر وفاة أحمد هبيشة، نعى مجموعة من الفنانين المغاربة زميلهم بكلمات متأثرة، من ضمنهم المطربة أسماء المنور ولطيفة رأفت. قالت أسماء المنور في تدوينة نشرتها عبر حسابها على الإنستغرام: إن لله وإنا إليه راجعون، أسلمت الروح إلى بارئها وداعا صديقي ورفيق المشوار والدرب، إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا أحمد هبيشة لمحزونون. وأضافت وداعا المايسترو وأحد أمهر عازفي الكمان الفنان صاحب الابتسامة والقلب الطيب أحمد هبيشة. وبدورها لطيفة رأفت ودعت صديقها بكلمات مؤثرة قائلة: وداعا أيها المبدع، وداعا صديقنا وحبيبنا أحمد هبيشة، لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون.